عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو عن الجلطة الوريدية. تبدأ الإصابة بجلطات الأوردة عموما بالشعور بآلام وتورم شديد بالساق، وفي غالب الأحيان في منطقة الكاحل حتى الركبة، هذا إذا كانت الإصابة خلف الركبة. أما إذا امتد الألم من الكاحل حتى الفخذ فهنا تكون الإصابة بالوريد الفخذي، وقد يحدث أحيانا تغير طفيف بلون الساق المصابة، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل إحساس بألم أو تورم يعد بالضرورة إلى الإصابة بالجلطة الوريدية، حيث أن الإصابة غالبا ما يسبقها بآلام شديدة لا يمكن تحمله، لدرجة أن المريض يعاني من صعوبة بالغة بمجرد وضع قدميه على الأرض. وهنا لابد من الإسراع بإجراء صورة موجات فوق صوتية على الأوردة العميقة بهدف تشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب. وللتغلب على مثل هذه المضاعفات ينبغي بالضرورة الالتزام بعلاج المسيلات الذي يصفه الطبيب، والالتزام بالمتابعة الدورية لتفادي حدوث جلطات أخرى. وللوقاية عموما من جلطات الأوردة ينبغي تجنب الوقوف لمدة طويلة أو الجلوس بطريقة خاطئة والحفاظ على شرب الماء. إن شاء الله عيدكم مبروك.